السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم من جديد وياكم ماجلان البلدان، ماجلان الأوطان، ماجلان في كل مكان وزمان. هالمرة خصصنا لكم هذه الحلقات لشهر رمضان الكريم، ماجلان في رمضان. خلونا نشوف ويا بعض أجواء شهر رمضان في الدول الإسلامية، وإيش اللي يميزهم، وإيش أطباقهم المفضلة في هذا الشهر، وإيش مشروباتهم، وإيش العادات والتقاليد عندهم. خلونا نشوف ونستمتع بأجواء. رغم القصف السنوي وإجرام الاحتلال وسط الاعتقالات والترهيب، إلا أن فلسطين المحتلة تحتل مركز عالي في حلاوة الأجواء فيها في شهر رمضان. يحتفلون الفلسطينيين بشهر رمضان اللي يتميز بالطقوس الخاصة جدا، بدءا من الاستهلال، يعني من رؤية الهلال بداية الشهر، وإنارة الفوانيس وتعليق الزينة والاعتكاف في المساجد وغيرها وغيرها من عادات وعبادات في شهر الله. متوسط ساعات الصيام عندهم، عدد ساعات الصيام في فلسطين القدس أول يوم 14 ساعة و 45 دقيقة، وطبعا كان أقصر عدد ساعات الصيام، وطول عدد ساعات للصيام فيها كان آخر يوم 15 ساعة و 37 دقيقة. الأجواء الرمضانية، وبخصوص الأجواء الرمضانية ما جلان بخبركم، تخبرهم له؟ قو من الموسم الأول ما طلعت قو. بخصوص الأجواء الرمضانية، اختصت فلسطين بعادات ومظاهر ثقافية خاصة، وطبعا رغم كل التطور والتكنولوجيا توارثتها الأجيال جيل بعد جيل، عادات الفلسطينيين ما شاء الله في شهر رمضان كثيرة ومتنوعة. من بين كل هالعادات، كبير العائلة أو اللي ينوب عنه يزور أقربائه وأهله ويقدم لهم الهدايا بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، وفي الغالب يتم هذا الشيء بعد الإفطار من أول يوم. ومن بين العادات أيضا، ومثل غيرها من البلدان، تصحو على صوت المسحرات بطقوس مصاحبة، طبعا دق طبول وهازيج وغيره، يذكرون الله عز وجل وتصدح أصواتهم بأناشيد رمضانية عذبة حتى يقعد النايم. ومن الأناشيد اللي يقولونها: اصحى يا نايم وحد الدايم. لذلك تشعرهم العادة بجمالية الشهر وحلاوته. وان ما جلان لها رابط، عقب شوي ترى عليك ما في، خلنا نكمل احنا. طبعا كل اللي يتمنون الفلسطينيين ان يسمعون مدفع الافطار بدل غارات الاحتلال الاسرائيلي اللي دايما تقلقهم وتعكر اجواء رمضان، ومثل كل الدول الاسلامية يشجعون الفلسطينيين اطفالهم في سن مبكر على صوم شهر رمضان، فيخلونهم يصومون نص نهار او اقل بشوي، وشوي شوي لين ما يتعودون، وكل واحد حسب استطاعته. طبعا الاجواء العبادية، يبدأ شهر رمضان من صوب وتنطلق العبادية وياه. من بداية الشهر يتوجهون الفلسطينيين إلى المساجد لأداء صلاة التراويح وصلوات الجماعة وقراءة القرآن طول الشهر. يبدأ شهر رمضان في مدينة القدس، لكن للأسف إنه صعب أحد يدخل إليها من خارج المدينة، حواجز عسكرية وانتشار لجنود الاحتلال، ويتم اغلاق المدينة ومحاصرتها بالكامل، فتصير معزولة عن العالم. رغم كل هذا يقومون المقدسيين بالإحياء العبادي في شهر رمضان الفضيل. أطباقهم المفضلة، من زمان طويل تتميز فلسطين بأصناف وأطباق شهية من الأكلات، فما بالك لو كانت في شهر رمضان. في غزة مثلا مشهورين ومعروفين بطبخ المقلوبة والسماقية والمفتول والقدرة، مثل ما تشوفهم على الشاشة، كل طبق يشهي أكثر من غيره. وفي الضفة الغربية يتميزون بالمسخن والمنسف، ويلي على المنسف، أخ على المقلوب. طبعا مثل ما ذكرت لكم، أطباقهم أشهر من نار على علم، شهية ولذيذة لدرجة ما تنوصف، فما بالك اللذاذة كلها في أجواء الشهر الفضيل. قولوا لي بصراحة خاطركم في أي وجبة، وإيش تتفطرون اليوم ويمكن أجي، من الأمور اللي تخلي سفرتهم ووائدهم منها المتبلات والمخللات والسلطات بكل أنواعها، يبدعون في إعدادها وتفتح شهيتهم بعد الصيام الطويل عندهم
ومثل كل دولة عربية عندهم عادة تبادل الأطباق بين الأهل والجيران، وكل ربة بيت عندهم تتباهى بطبخها. المهم واحد يتباهى بطبخه ويجيب لنا هني. وما ننسى نخبركم ان التمور بانواعها يسمونها عروس المائدة الفلسطينية. ما ننسى ان الفلسطينيين لعبتهم الحلوية، يتفننون في تحضيرها وصنعها، وهمها القطايف والكنافة والعوامة دي ما ادري وش اسمها وغيرها. المشروبات، في مقدمة المشروبات اللي يفضلها الشعب الفلسطيني في الشهر الكريم شراب الخروب، وعندهم شيء أساسي وطبعا يباع في الساحات العامة والأسواق وله شعبيته في فلسطين، ويقولون بعد أنه يساعد الصائم على الارتواء والعطش وتعويض السعرات الحرارية المفقودة. يتميز بمذاقه المميز والحلو، مشروب صحي ومنعش ومليء بالألياف والبروتين مضادات الأكسدة. ومن المشروبات عندهم ايضا لها شعبيه كبيره في فلسطين عرق السوز، قمر الدين، الكركديه والعصائر بانواعها. حتى اسماء المشروبات عندهم تناسب ويا شهر رمضان. مقاطع وفيديوهات، خلونا نشوف بعض المقاطع الجميله لاجواء الشهر من داخل فلسطين. أخذناكم في أحلى البلدان في شهر رمضان، أجواء وفرحة وعبادة وأطباق شهية وغيرة رغم كل اللي يحصل عندهم. ادعمونا باللايك والنشر والاشتراك في القناة، وانتظروا ما جلان في رمضان وأجواء جديدة في بلد آخر. ما جلان ما جلان، قوم 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 بيتكم، قوم كملت الحلقة، قوم قوم.